مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامج المبادره، اللقاء اليومي المتجدد نتحدث فيه عن اخر مؤشرات اعمال مؤسسه حياه كريمه التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بحياه المواطن المصري في الريف والمناطق الاكثر احتياجا من خلال العديد من المشروعات والمبادرات الخدميه التي تعمل على تسهيل حياه المواطنين، منها انشاء المجمعات الحكوميه او مراكز الشباب والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأماكن المختلفة. لا تتوقف أعمال حياة كريمة عند هذا الحد، لكن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال المبادرات التي تنبثق منها، التي تهدف لمساعدة وإعانة المواطنين على الحياة اليومية، من بينها القوافل الطبية للكشف وتقديم العلاج المجاني للمواطنين، مساعدات الأسر الغير قادرة، وعدد كبير من المبادرات الاجتماعية والإنسانية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج المبادرة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد بنرحب بحضراتكم من جديد، والبداية من البحيرة التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صباح اليوم، واستمع خلال الزيارة لشرح حول الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة من العميد أحمد زكي رئيس الشعب الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروعات حياة كريمة بالمحافظة. نتابع هذا التصريح وكلمة الدكتور مدبولي وأيضا هذا العرض الذي كان موجودا صباح اليوم. حجم العمل اللي بيتعمل في المحافظة دي هو نموذج للي بيتعمل في 27 محافظة. مفيش محافظة النهاردة في مصر ما فيهاش مشروعات قومية تنموية هدفها في الأساس هو رفع مستوى المعيشة لكل أهالينا في كل ربوع مصر. السيد المحافظ عرض أن على مدار الأربع سنوات الماضية بيتنفذ أكثر من 4320 مشروع بتكلفة 80 مليار جنيه. دي المشروعات القومية اللي بتتنفذ في كل ربوع المحافظة، اتنفذ منها حتى هذه اللحظة 60% منها بنسبة إنفاق أكثر من 49 مليار جنيه. الكلام ده بيتم بالتوازي، يعني ده كله بيتعمل وجنبه بالتوازي بدأت طبعا المبادرة العظيمة، مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي يمكن النهاردة احنا كنت بسعد وبقدم كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة ممثلة في المنطقة العسكرية الشمالية والهيئة الهندسية اللي بيقوموا على تنفيذ كل المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة. اللي بيتنفذ في مبادرة حياة كريمة النهاردة عشان نعرف برضو حجم اللي بيتنفذ، احنا بنشمل 6 مراكز من المحافظة، 42 وحدة محلية بأكتر من 3900 قرية وتابع. عدد المشروعات 8868 مشروع بتكلفة 44 مليار. ومن البحيرة إلى الإسماعيلية، والتي لا يقتصر دور مبادرة حياة كريمة فيها على تنفيذ المشروعات فقط، لكن يمتد لما هو أبعد من ذلك وهو تقديم المساعدات للمواطنين. كان آخرها سيدة من الإسماعيلية زوجها مريض بأمراض مزمنة تجعله غير قادر على العمل لإعالة أبنائه 3 والحصول على مسكن إيجار لهم. استجابة لندائها قدمت المؤسسة لهم تروسيكل يوفر لهم مصدر دخل، وساعدت في تجهيز ابنتهم المقبلة على الزواج بالعديد من الأجهزة اللازمة للمنزل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد أنور تركي منسق حياة كريمة في الإسماعيلية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين، ومساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا قلنا في المقدمة ودايما في برنامج المبادرة الذي يغطي كل مجهودات مبادرة حياة كريمة، دائما ما نقول أنه ليس فقط المبادرة
تسعى لتقديم الخدمات الخاصة بالبنى التحتية، لكن هو في الأساس للمواطن المصري، فهذه اللفتات واللمسات الإنسانية تعتبر من أصيل شغل وعمل مبادرة حياة كريمة. طبعا زي ما حضرتك قلت وتفضلت في التقرير باستعراض اللي حصل مع الست سحر، ده بيجي من ضمن دور المؤسسة حياة كريمة من محور التدخلات الاجتماعية وإجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. احنا رصدنا الحالة من خلال فرق وعناصر المتطوعين بتوعنا في مركز مدينة أبو صوير، وتم عمل بحث ميداني للحالة وتم دراستها وتم التواصل معها من قبل المؤسسة. الحالة طبعا في الأول كان اتكلمت معانا ان هي كانت عايزة تعمل مشروع، ان هي بس عايزة شكارتين دقيق، وان هي تعمل مشروع ان هو حاجات منزلية ووجبات وكده. والحمد لله لما رصدنا الحالة اكتشفنا ان الزوج غير قادر على الكذب او غير قادر على العمل تماما، والحالة كانت بتعمل في البيوت طبعا مهنة شريفة، وكان هي عائل الأسرة الوحيد، عندها بنتين وعندها طفل 3 سنين. رفعنا الحالة وعملنا تقرير ميداني بالحالة بالكامل، تم صرف لها من مؤسسة حياة كريمة تريسيكل كأداة للكذب، وعندها بنتين، احنا قدرنا نتكفل بالجهاز للبنت الكبيرة اللي مخطوبة او مقبلة على الزواج من خلال بوتاجاز وثلاجة ولوازم بقى الأساسية، اللوازم الأساسية للزواج. وبرضه مؤسسة حياة كريمة ما نسيتش الشكارتين الدقيق برضه، نسيت طلبتها. طيب احنا بقى بنتكلم عن هذا الجزء، ويمكن اكيد بتتعرضوا حضراتكم داخل الإسماعيلية او حتى محافظات الجمهورية جميعا داخل مبادرة حياة كريمة لمثل هذه اللفتات الإنسانية اللي بتحتاج زي ما حضرتك بتقول تزويج او المساعدة في تجهيز بعض الفتيات، إعانة بعض الحالات الإنسانية. حضرتك بتقول إنه بيتم دراسة ده، مدى بقى وصول الناس ووصول وطلبات الأهالي، هل بيتم التواصل بشكل مباشر؟ أنا عارف كمان بيتم التواصل من خلال المنسقين الميدانيين، وده اللي بيسهل عمل حياة كريمة. فلو حضرتك تدينا فكرة بشكل عام عن أيضا، يعني هنتكلم طبعا عن المشروعات، لكن بخلاف المشروعات المساعدات الأخرى. والله احنا عندنا هنا في محافظة الإسماعيلية مركز الأنقرة شرق هو المركز الوحيد حياة كريمة، وهو في الضفة الشرقية لقناة السويس. بقية مراكز المحافظة اللي هم 6 مراكز المتبقية متواجدين في الغرب، لكن احنا من خلال شبكة المتطوعين اللي نسجناها على مدار الشهور السابقة اللي بقى قوامها الحالي 250 متطوع ميداني، بنأمل إن هم يوصلوا الألف في آخر العام، بحيث يكون عندنا في كل قرية من 95 قرية بقرى المحافظة عندنا مجموعة من المتطوعين في كل مكان وفي كل تابع وفي كل عزبة، يكون في ممثل لمؤسسة حياة كريمة يرفع معاناة أهالينا هناك في القرى ويقول مطالبهم ويقول احتياجاتهم، بحيث تكون حياة كريمة موجودة في كل بيت وفي كل عزبة وفي كل قرية، نقدر من خلالها نرفع الحالات الإنسانية ونكفف مصاعب الحياة على أهلنا في كل قرى الريف المصري بإذن الله وفي محافظة الإسماعيلية بشكل خاص. نعم. طيب أنا عايز برضو أسأل حضرتك بقى، نبدأ نتكلم عن المشروعات، وعارف إن بيبقى فيه تقسيمة لحضراتكم إنه بعض المشاريع بتصل لنسب مئوية، يعني 20 30 40 50، وفي بعض المشاريع اللي بتكون سلمت أو أوشكت على الانتهاء. لو نتعرف من حضرتك بقى على الإسماعيلية بشكل كامل ومشروعات حياة كريمة فيها. زي ما ذكرت لحضرتك إحنا عندنا مركز الأنقرة شرق في الضفة الشرقية من قناة السويس البر التالي. احنا المركز بيشكل 49% من مساحه محافظه الاسماعيليه، عندنا حجم المشروعات بيوصل ل 135 مشروع. ده طبعا المشروعات اللي في الانطار الشرق بتندرج تحت محور البنيه التحتيه. وصلنا بنسب انجاز متقدمه جدا في اغلب المحاور، محور مياه الشرب عندنا نسبه انجاز وصلت فيه ل 95% على مستوى القرى الرئيسيه والقرى الفرعيه الرئيسيه ايضا. نفس الامر بالنسبه لمحور الصرف الصحي، وصلنا لنسب انجاز تجاوز 80%. الموديل الجديد لحياه كريمه مجمعات الخدمات الحكوميه اللي وصلنا لنسبه انها واعمال 100% سواء في مجمعات الخدمات الحكوميه اللي هتقدم 7 خدمات لكل اهلنا بمركز القرى مركز الانطره شرق. ونفس الامر على محاور الخدمات الزراعيه ومراكز الاسره والطفل التابعه لمديريه التضامن
اللي هي وصلنا فيها نسب انجاز 80%، نفس الامر بالنسبه للغاز الطبيعي اللي وصلنا فيه لنسب بتتجاوز ال 50% وال 55%، والاتصالات ورصف الطرق ايضا، والمحاور اللي انا ذكرتها لحضرتك، محاور البنية التحتيه، محاور مكمله لبعضها مترتبه على بعضها طبعا. فاحنا باذن الله مش هنخرج مركز الامطار شرق غير واحنا مقدمين افضل استفاده ممكنه لكل اهلنا في كل قرى ومركز الامطار شرق. احنا بنشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الدكتور محمد انور تركي، منسق حياه كريمه في الاسماعيليه. ومن الإسماعيلية إلى الدقهلية، وفي إطار التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ومؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، تم إطلاق قافلة معاك من بدري واحد. هي أولى القوافل الموجهة للكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والإرشاد الأسري لذوي الهمم وذويهم بمركز شربين، واشتملت القافلة على تخصصات الرمد، التخاطب، السمع، الروماتيزم، التأهيل والنفسية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب. أيضا تم توقيع الكشف الطبي على 80 مريض من ذوي الهمم في مختلف التخصصات الطبية. تضمنت القافلة أيضا إلقاء محاضرة توعوية في مجال الإرشاد النفسي والأسري موجهة للحضور من أباء وأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعيم أو تقديم الدعم النفسي والأسري، وعمل أيضا الاختبارات النفسية لعدد 40 من الحضور. وأيضا تم تشخيص الإعاقة لعدد 14 طفل، وعمل ورشة عمل مهرية لأحد عشر من الأطفال، وعمل أنشطة ترفيهية أيضا للأطفال. ومن المقرر تحويل 25 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات الجامعية طبقا للبروتوكول الموقع بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة أميمة صالح رمضان، المنسق الطبي لحياة كريمة في الدقهلية. بنرحب بحضرتك يا دكتور في برنامج المبادرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الجانب يعني في الاستعراض هذا الخبر أو هذا التقرير أو ما نتحدث عنه الآن، ليس فقط هو جانب طبي، جانب معنوي، جانب إنساني أسري خاص بذوي الهمم، والدولة المصرية لا تغفل أي من الفئات المختلفة. لو حضرتك تعطينا أكثر عن هذا البروتوكول التعاون، وإحنا كنا عارفين أنه ليس أول تعاون بين الجامعة وحياة كريمة وبين المحافظة، حتى ليس فقط في الدقهلية، في عدد كبير من الجامعات في محافظات الجمهورية. تمام. هو طبعا يعني كان أحد أهداف مبادرة حياة كريمة هي تقديم الخدمات الطبية لأهالينا في القرى. بالنسبة لهم صعب الوصول للخدمات الطبية والصحية. بنحاول في مبادرة حياة كريمة يكون في تنسيق ما بين كل الجهات المعنية ومختلف المؤسسات زي المحافظة مثلا والجامعة والمؤسسة مديريات الصحة لتقديم مختلف الخدمات. بالنسبة لقافلة معاك من بدري واحد، كانت القافلة الأولى من نوعها اللي بتطلقها جامعة المنصورة بهدف الكشف والتشخيص المبكر عن مختلف أنواع الإعاقات من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم فيها التنسيق والمشاركة مع المؤسسة، مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، في القطاع الطبي والميداني، وكمان كان في تنسيق مع المحافظة والأجهزة المحلية في شربين. وزي ما حضرتك ذكرت في التقرير كان في مختلف تخصصات طبية، وتم تقديم خدمة طبية كشف وإرشاد نفسي وأسري للموجودين. ويمكن الجديد بقى هو بروتوكول التعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بموجبه هيتم تحويل الحالات الطبية اللي كانت محتاجة لرعاية في مستشفيات الجامعة أو متابعة أو كده من خلال بروتوكول التعاون الموقع ما بيننا وبين مستشفى جامعة المنصورة، أو لو استلزم الأمر أي مستشفى جامعي في أي محافظة أخرى.
نعم. طيب لو بنتكلم عن التخصصات الطبية، عن الطلبات الطبية، ويمكن الجانب الطبي من أهم الجوانب اللي دخل مع مبادرة حياة كريمة وبقت الناس تشعر بيه وبتطلبه بشكل كبير، لو احنا هنا كنا بنتكلم عن جزء خاص بذوي الهمم وما إلى ذلك، لكن بشكل عام احنا عارفين ان كمان في قوافل طبية بتنزل لقرى بعيدة، بيبقى فيه المجمعات الطبية اللي تم تجديدها عشان تستقبل عدد أكبر، لو نطمن على الناحية الطبية بشكل عام في محافظة الدقهلية. تمام. بالفعل هو يمكن في اتجاهين متوازيين ما بين يعني تطوير بعض الوحدات الصحية الموجودة في قرى المبادرة، سواء إنشاء وحدات جديدة أو زيادة كفاءة وتجديد وحدات صحية قائمة بالفعل ومراكز طب أسرة ونقاط إسعاف وغيرها، وبالتوازي في طبعا اللي هي القوافل سواء اللي بتقوم بها جامعة المنصورة أو مديرية الصحة تبع لوزارة الصحة، مش بس في قرى مبادرة حياة كريمة لكن في كل المراكز البعيدة اللي يمكن بيكون في مشقة بالنسبة لأهل هذه الأماكن إن هم يجوا لتلقي الخدمة في مدينة المنصورة أو غيرها. تم استحداث طبعا القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة من فترة مش قصيرة، وفي بروتوكول تعاون حاليا مع المستشفيات الجامعية، وإن شاء الله الفترة الجاية يكون في بروتوكولات تعاون مع جهات أخرى زي وزارة الصحة وغيرها، بحيث نقدر إن احنا نقدم خدمة صحية وطبية شاملة للمرضى في كل الأماكن النائية والأماكن البعيدة ونخفف معاناتهم الصحية. بالنسبة للقطاع الطبي هو بيشتغل في تحويل الحالات اللي بتحتاج رعاية للمستشفيات الجامعية، مثلا بتحتاج جراحات، بتحتاج علاج، خدمات علاجية أو تشخيص أو كده. كمان القوافل الطبية طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعة زي ما قلت لحضرتك في البداية، بيكون في حملات توعوية أحيانا تنسيق مع الجامعات والمدارس. فده بالنسبة للنشاط القطاع الطبي الموجود حاليا، ويمكن الفترة اللي فاتت شهدت بالفعل تحويل حالات كتير جدا من خلال المؤسسة ومن خلال حالات الرصد الميداني في قرى حياة كريمة على المستشفيات، مستشفى جامعة المنصورة وغيرها من المستشفيات الجامعية، وتم حصول أهالينا على الخدمة اللي تليق بهم وتوفر لهم حياة كريمة في الأوضاع المرضية الخاصة بهم. طب أنا عايز أسأل حضرتك معلش على ردود الأفعال، سواء في هذه المبادرة الأولى من نوعها مع ذوي الهمم وآليهم والناحية النفسية، لأن ده جزء هام جدا، وتعامل الآباء اللي بيتحملوا عبء ذوي الهمم وأنهم يقدروا يكملوا معاهم، ده جزء وجانب، وردود الفعل بشكل عام على الناحية الطبية ومطالبات الناس الناحية الطبية في محافظة الدقهلية. بالنسبة لو هنتكلم عن مبادرة جامعة المنصورة اللي تم إطلاقها ليها معاك من بدري واحد الخاصة بذوي الهمم واللي كانت موجودة في شربين كأولى القوافل، رد الفعل من الناس كان جميل جدا وكانوا مبسوطين بوجود قافلة من النوع ده. تفاجئنا بالعدد، ما كناش متوقعين ان عدد كبير هيجي، لا بالفعل كان في اقبال من الناس عندهم مختلف انواع الاعاقات، كان في اطفال وفي كبار، كانوا برضو شيء جميل اتعمل اللي هو محاضرة الارشاد النفسي للاسر ازاي يتعاملوا مع الاطفال لو عندهم اطفال من ذوي الهمم او كلام من ده. كنت شايفه في تجاوب من الحضور، في اسئله عندهم انها من هم يعرفوا اكتر، كان في برضو تحليل يعني بعض اختبارات نفسيه قام بها اختصاصيين الصحه النفسيه اللي شاركوا من الجامعه للاطفال وحددوا بعض حالات من صعوبات التعلم، وكان في تجاوب من الاباء وكده ان هم يتم تحويلهم ل مثلا مراكز خاصه ب يعني معالجه صعوبات التعلم او كلام من ده. فبالنسبه لرد فعل الناس انا كنت حاسه ان هم مقبلين على القافله، بالعكس سالوا او طلبوا تكرارها تاني في مختلف المراكز، واحنا لسه على تواصل معاهم بالنسبه للحالات اللي زي ما قلت لحضرتك ان هم تحولوا او كده على مستشفيات الجامعه لتلقي الخدمه. فرد الفعل مبشر، وان شاء الله يكون في تعاون اكتر في الفتره الجايه في مختلف المراكز، مش بس مراكز شربين لكن مراكز اخرى في المحافظه. هنا هسال حضرتك بقى اخيرا، انا عارف طولت على حضرتك، لكن القسم الطبي وحضرتك بتقولي القسم مستحدث ولسه بنبدأ بنشتغل، المتوقع والمنتظر في الفترة القادمة ليس فقط في مركز شربين زي ما حضرتك بتقولي. تمام. بالنسبه للقطاع الطبي هو مش مستحدث حاليا، يعني هو بقاله شهور طويله، يعني بس بالنسبه للاهليه مثلا بنتكلم بقالنا 4 شهور او حاجه. متوقع الفتره الجايه هيكون في تنسيق اكبر طبعا للقوافل الطبيه، مش بس في مراكز حياه كريمه بل في كل انحاء المحافظه.
وخط الشمال والأماكن النائية. متوقع يكون في عقد بروتوكولات تعاون جديدة مع وزارة الصحة مثلا لبدء تحويل الحالات على مستشفيات وزارة الصحة مش الجامعة بس، يكون في تعاون أكتر مع المجتمع المدني الفترة الجاية بخصوص برضو اللي هو توفير الرعاية الصحية للحالات الطبية في المحافظة. نعم، كل التوفيق لحضرتك يا فندم وكل القائمين طبعا على مبادرة حياة كريمة ليس فقط في الدقهلية لكن في كل المحافظات. الدكتورة أميمة صالح رمضان المنسق الطبي لحياة كريمة في الدقهلية، شكرا جزيلا لحضرتك. ويمكن هذه المبادرة من المبادرات أو القافلة الأولى من نوعها، فكرة الشعور بأهالي ذوي الهمم من يعانون في هذه التربية وما إلى ذلك ويحتاجوا لهذه الخدمة الطبية، هنا أكبر دليل أن مبادرة حياة كريمة لا تنفصل على الناحية الإنسانية، الناحية النفسية والتوعوية والدعم النفسي الذي يطلبه المواطنون ليس فقط في الجماد والبنى التحتية كما نقول لكن في كل مجالات الحياة النفسية وما إلى ذلك. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج المبادرة، لكن المبادرة مستمرة في مراحلها سواء الأولى والثانية والثالثة إن شاء الله، ومستمرين في محافظات الجمهورية حتى نصل لـ60 مليون مواطن مصري بإذن الله. دائما تابعونا على إكسترا نيوز وحلقة جديدة من برنامج المبادرة إن شاء الله. مع السلامة. عايش أحلامه وما فيش حاجة توقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي واخد كل حياتي تحدي. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من الملايين أحلام عمرنا تعيش بسنين.